صباحكم خير وسعادة وفرح، أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات أون تايم سبورتس في كل مكان. حلقة جديدة من صباح أون تايم. النهاردة عندنا موضوعات كتير هنتكلم وهنناقشها طبعا مع بعض. هنتكلم بالتأكيد عن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، استمتعنا بثلاث مباريات بالأمس وبالتأكيد هنتكلم عليهم بالتفاصيل. هكون معاكم لمدة ساعة ونص من دلوقتي، فرح علي في صباح أون تايم. اختتمت الجولة الـ13 لبطولة دوري نايل واللي اتلعب منها 8 مباريات، تم تأجيل مباراة وحيدة هي مباراة النادي الأهلي مع طلائع الجيش، طبعا ده نظرا لمشاركة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. طيب نبدأ على طول كده من ماتشات امبارح، أقيمت 3 مباريات، سيراميكا كليوباترا كانت مع الجونة وانتهت بالتعادل الإيجابي بـ1-1 لكلا الفريقين. نفس الأمر برضو الداخلية وفاركو انتهت بنفس النتيجة المباراة، والمصري بورسعيدي قدر يفوز على بلدية المحلة بنتيجة 3-2. المباراة الأولى سيراميكا كليوباترا مع الجونة انتهت بالتعادل الإيجابي طبعا بهدف لكل فريق. مواجهة كانت يعني قريبة جدا من الجونة ان هي تفوز بالمباراة بهدف سجله أيمن سعيد مكة في الدقيقة 58، حافظ على تقدمه لغاية الدقيقة 4 من الوقت بدل الضايع اللي سجل فيه مروان عثمان صاحب 21 عام هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا علشان يحصد كل فريق نقطة في مباراة كانت عصيبة جدا. اطرد فيها أفضل محترف في الدوري هو أحمد قندوسي في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده مع مدربه الكابتن أيمن الرمادي رصيده للنقطة 15 في المركز الثامن، ورفع الجونة رصيده مع مدربه الكابتن علاء عبد العال للنقطة 15 نفس الرصيد في المركز التاسع. المواجهة الثانية كانت جماهيرية، في المقام الأول جمعت المصري البورسعيدي مع بلدية المحلة على ملعب الجيش، وطبعا انتهت بفوز غالي جدا لعبا ونتيجة للنادي المصري البورسعيدي اللي حسم المباراة من بدايتها. وبعد كده انتهت المباراة بثلاثية دون رد سجلهم سمير فكري القادم من الداخلية في الدقيقة 14 من الشوط الأول علشان يقدم أوراق اعتماده مع الفريق، وبعد كده بيضيف عمرو السعداوي الهدف الثاني في الدقيقة 34، وبيضيف النجم التونسي فخر الدين بن يوسف الهدف الثالث في الدقيقة 78 من عمر المباراة، وده بعد ظهور مميز جدا للكابتن علي ماهر في المباراة علشان يرفع رصيده للنقطة 20 ويدخل المربع الذهبي. في المقابل بيتوقف رصيد نادي بلدية المحلة عند النقطة 13 في المركز 12. أما المباراة الثالثة جمعت الداخلية مع فاركو وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم وليد فرج بهدف لفاركو في الدقيقة 45 في نهاية شوط المباراة الأول، وتعادل ألان كيمبيادي للداخلية في الدقيقة 61 علشان يفقد الفريقين فرصة الابتعاد عن منطقة الهبوط، ورفع الداخلية رصيده للنقطة 8 في المركز قبل الأخير، بيرفع فاركو رصيده للنقطة 6 في المركز الأخير. من الموضوعات المهمة قوي اللي عايزة أتكلم معاكم فيها النهاردة واللي يعني واخد وقت كبير قوي، وهو إمكانية انضمام لعيبة جدد لمنتخبنا المصري، وده موضوع اتكلمنا فيه إنه بالتأكيد هيكون في عدد من النجوم ومن الوجوه الجديدة اللي هتنضم لمنتخبنا المصري، عدد من الأسماء المتألقة مع أنديتها خلال الفترة اللي فاتت ولكن ما كانش بيتاح ليهم الفرصة ان هم يثبتوا نفسهم، ان هم يقولوا احنا موجودين، ان هم ياخدوا الفرصة الحقيقية مع منتخبنا المصري اللي بالتأكيد هو حق مشروع لكل اللعيبة انها تكون متواجدة وتثبت نفسها وتتألق ويكون في اسماء جدد، وده طبيعي. ولكن مين اللي بيشاور؟ فين العين اللي بتشاور؟ فين اللي بيدي الفرصة؟ ده اللي هنشوفه جديد، ده الأمر الجديد اللي هيكون مع منتخبنا المصري. المعسكر القادم إن شاء الله هيكون في شهر مارس استعداداً للدورة الودية اللي هتقام في الإمارات بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا بجانب منتخبنا المصري.
الحقيقه انه الجهاز الفني لمنتخبنا المصري بقياده التوأم كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن عاملين خليه نحل في الايام الاخيره، كل المباريات متواجدين فيها، متواجدين تقريبا في المباريات كلها في الدوري المصري في الجوله ال 13 بدات الاسبوع ده، متواجدين بشكل مستمر على طول في المدرجات زي ما حضراتكم شايفينهم، بيتابعوا بيتكلموا بيرصدوا بيناقشوا، وده امر مهم جدا وبيأكد على ان هم ماشيين على الطريق الصحيح، بيأكد على ان هم هيدوا فرصه لاكثر من عنصر وهيشاوروا على اكثر من عنصر يستحق ان يكون متواجد في الدوري المصري ويكون متواجد في منتخبنا المصري. عرفنا من مصدرنا انه هيكون في بعض التعديلات في قائمه المنتخب، ده مؤكد لان من اول تولي القياده الفنيه للكابتن حسام حسن ده امر معروف، لانه هو طول عمره من النوعيه اللي بتحب تكتشف الجديد وتحب ان هي تدي فرصه للعيبه من وجهه نظرهم وعينه بتقول انه ده نجم قادم، انه محتاج انه يتغير مركزه، انه محتاج انه ياخد فرصه الفتره القادمه. طبعا هيكون في لعيبه جدد وسبق ممكن يكون بعض اللعيبه ان هم يتواجدوا في المنتخب بس ما خدوش فرصتهم الكافيه، بجانب طبعا ان هيكون في بعض اللعيبه الشباب كمان من المنتخب الاولمبي واللي ماشيين بشكل مميز في انديتهم، وده هدف الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام حسن، انزل بالعمر السني، انزل بالمرحله العمريه بس بالطريقه الصح، اعمل تدرج، مش فجاه انا عايز انزل بالعمر السني وان انا ابقى باخد عنصر او اتنين مش متماشين اصلا مع المنتخب، ما لهمش علاقه باللي بيحصل، ما انضموش قبل كده، ما عندهمش خبرات، ما لهمش دور، من الاخر حدوته فاشله. سهل ان انا اقول هضم وهنزل بالعمر السني بس مش باستراتيجيه صحيحه، وسهل ان انا برضو اشتغل على الهرم من تحت وابتدي بالتدرج عشان اوصل للي انا عايزه في الاخر. المرحله اللي جايه هي التارجت بتاعها ان احنا نتأهل لكأس العالم وان احنا ننافس على بطولة الأمم الإفريقية بس الطريقة صحيحة، ده مش قريب 2025 لسه شوية في المغرب، بس امتى نقول ده مهم وتارجت؟ لما نشتغل صح من البداية. من خلال متابعة الجهاز الفني لبعض المباريات، من طبعا المباريات الأخيرة ابتدوا ان هم يشاوروا على اكتر من لاعب ويحددوا مين اللعيبه اللي ممكن نشوفهم في قائمه منتخبنا المصري. من خلال مصادرنا ابتدينا ان احنا نعرف او نوصل الاتجاهات رايحه لمين. في حراسه المرمى في اتجاه لضم حارس سيراميكا كليوباترا محمد بسام، وطبعا من الاسماء اللي مش جديده، من الاسماء اللي كانت بتطرح خلال الفترات اللي فاتت ولكن ما خدش حقه، ما خدش مكانه الطبيعي اللي كان متوقع ان هو يكون فيه. فاحنا ممكن احتمال نشوف فعلا محمد بسام متواجد بجانب مصطفى شوبير اللي اداؤه مستقر وثابت في مباراه النادي الاهلي مع شباب بالوزداد الجزائري. ابتدينا نشوف مصطفى شوبير بيتالق ثقه رائعه جدا في المباراه، وطبعا الناتج انه ممكن يكون من الاسماء اللي هتنضم لمنتخبنا المصري لانه نال اعجاب الجهاز الفني لمنتخبنا المصري، وهيكون في متابعه لمباراه النادي الاهلي ايضا يوم الجمعه القادمه علشان يتم الاستقرار امام ميدياما في غانا، وبناء عليه وارد جدا نشوف مصطفى شوبير مؤكد انه يكون مع منتخبنا المصري بجانب محمد بسام، وطبعا وجوه جديده في منتخب مصر ما اخدتش فرصتها قبل كده. طيب من اللعيبه المهمين كمان اللي وارد ان احنا نشوفهم لاعب نادي بيراميدز ابراهيم عادل من اللعيبه المتالقين، وطبعا شفنا انه كان مصاب في فتره متالق مع المنتخب الاولمبي، هنشوفه مره ثانيه بيرجع بس بيرجع مش اسما فقط. بالتاكيد اختيار الكابتن حسام حسن لابراهيم عادل انه ينضم للمنتخب المصري مش هيكون فقط علشان عنصر من العناصر اللي بيتردد اسمها في المنتخب المصري او اللي الناس كلها بتقول لازم يكون في المنتخب متالق مع نادي فريق بيراميدز فلازم انه يكون، لا لازم يعني ياخد فرصه، لازم يعني يكون في ناتج استفيد بيه. ايضا محمد شحاته اللي في متابعه ليه بشكل مكثف، كابتن حسام حسن معاه مهاجم البنك الاهلي اسامه فيصل وثلاث لاعبين دول بالتحديد هيكون في متابعه مكثفه ليهم لان هم في حسابات الكابتن حسام حسن، وهم من اعمده المنتخب الاولمبي، هيكون متواجدين في نهائيات دوره الالعاب الاولمبيه في باريس 2024، وطبعا من المنطقي جدا ان يكون ليهم دور مع منتخبنا المصري في الفتره اللي جايه لو بالفعل تالقوا. كمان من ضمن اللعيبه اللي مركز عليهم كابتن حسام حسن نجم النادي الاهلي حسين الشحات، وما تقوليش اصل في اكتر من لاعب بيلعب في نفس مركزه، لا
اصل حدوته ما بتتقاس كده. هو مش ذنبه انه في اكتر من لاعب، سواء اذا كان محترف او متالق مع نادي او اسمه ثابت او خطاه ثابته. طب ما حسين الشحات متالق مع النادي الاهلي، بل بالعكس انا انتهز فرصه ان اللاعب في التوب فورم بتاعته متالق مركز بينتج، وده الوقت الصحيح اللي استفيد بيه، لان مفيش لاعب بيفضل ثابت على مستواه. امتى استفيد باللاعب؟ لما يكون متالق، اعرف ان انا اضمه واعرف ان انا اشتغل على ده واعرف ان انا استفيد بده. اللاعب بيجتهد وباب المنتخب مفتوح لكل اللعيبه، ومش ذنبه انه في اكتر من لاعب محترف او متالق بيلعب على مركزه يجي ويشارك ويتالق وياخد حقه ويقدم وينتج، وده الطبيعي. شفنا روي فيتوريا كان في كلام، هل حسين الشحات هينضم معاه هل لا، وفي الاخر كان في قيل وقال، ويعني الامور دي اخذت اكتر من جانب، لكن في الاخر شفنا برضو نفس الامر بينطبق على ياسر ابراهيم. قيل وقال اللاعب متالق ومن حقه انه يكون متواجد في التوقيت ده في كاس الامم الافريقيه. شفنا اسامه جلال بيتاخد مكانه، ولولا ان اسامه جلال اتصاب فبعدها شفنا اسامه ابراهيم شفنا ياسر ابراهيم بيتواجد في المنتخب المصري، وكان ممكن انه ما يكونش موجود، وكان ممكن انه فيتوريا ما يضموش وما يكونش واثق في خبراته. هو ده اللي بتكلم فيه، انت اخد اللاعب لما يكون اللاعب يستحق، وان يكون اللاعب هو ده الوقت اللي ينضم فيه للمنتخب المصري. مهاجم من المهاجمين المميزين في نادي بيراميدز هو مروان حمدي، عليه اهتمام برضو من الجهاز الفني على فكره لمنتخبنا المصري، وما تستغربوش هتسمعوا اسماء كتير قوي كانت بره نطاق الانضمام للمنتخب خلال الفترة اللي فاتت، بل بالعكس على فكرة ده هيفتح نفسه أكتر من لاعب إن هو يدي وينتج ويشتغل ويقول أنا لما أشتغل على نفسي أكتر، أنا لما أفيد النادي بتاعي أكتر، أنا لما هدف، أنا لما أدخل في قائمة هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز أنا كمان هيكون ليا دور، مش هشتغل زي ما اشتغلش، أجتهد زي ما بجتهدش، بعمل اللي عليا زي ما بعملش، ما احنا كلنا مش هننضم للمنتخب في الآخر. لأ، الحدوته دي والنهج ده والمدرسه دي انتهت مع الكابتن حسام حسن. سبق وقبل كده انضم مروان حمدي وتالق مع كارلوس كيروش، والحقيقه الموسم الحالي مسجل اداء مميز جدا مع النادي المصري بورسعيدي ثم نادي بيراميدز. من اللعيبه كمان المميزين جدا هو احمد امين اوفا، من اللعيبه المميزين والرائعين والمتالقين. مش بس كده، ابتدينا نشوف اسمه بيتردد على رادار انضمامه لقطبي الكرة المصرية خصوصا نادي الزمالك. لاعب من اللعيبة المميزين، لاعب من اللعيبة اللي تم اكتشافهم في الفترات الأخيرة. طبعا الكابتن علاء عبد العال كان متمسك بوجوده، وزي ما حضراتكم شفتوا كان ليه أكتر من فرصة معاه، اشتغل عليه تألق معاه، وبعد كده بنشوفه دلوقتي متواجد في أمبي. كابتن تامر مصطفى طبعا بيشتغل عليه وبيتألق معاه أيضا، ولكن ده كله بيأكد انه كل مدير فني ليه بصمة مع اللاعب، وكل مدير فني بيشتغل على محطة في حياة اللاعب، وفي الاخر بيخرج لك اللاعب ده بالامكانيات اللي بتكلم عليها، وبيقدر في الاخر انه يكون اضافة لفريقه ايا كان الفريق اللي بيلعب فيه، ايا كان الفريق اللي بيلعب فيه، سيراميكا، الداخلية، أمبي، الناتج في الآخر بيكون في مصلحة اللاعب، الناتج في الآخر بيكون لمصلحة الفريق، الناتج في الآخر بيكون لمصلحة منتخبنا المصري، بس اللي يدي الفرصة. الحقيقة الواحد سعيد وهو بيقول الأسماء دي، وبيكون فخور إنه هيبتدي يشوف وجوه جديدة مع المنتخب المصري، ودايما بنقول طول ما العدالة موجودة، طول ما النتائج مظبوطة. أوعى تكون فاكر إن لو العدالة ما انطبقتش وما اتطبقتش هتلاقي ابدا الامور ماشيه صح. الامور بتمشي صح لما الامور كلها بتستقيم، وما اعتقدش ان ابدا حد ممكن يختلف على اللي بنقوله. الامور لما بتستقيم بتتاكد ان النتيجه هتكون صح. اكتر من لاعب وارد جدا نشوفهم مع الكابتن حسام حسن خلال الفتره اللي جايه، وانه ما فيش اي نيه من الجهاز الفني لمنتخبنا المصري في عدم ضم اي لاعب مهما كان سنه، بشرط ابذل اقصى جهد عندك في الملعب، اثبت نفسك، اثبت ان انت جدير بتمثيل منتخبنا المصري،
وده بالمناسبة اللي قاله الكابتن إبراهيم حسن في المؤتمر الصحفي، يعني وارد جدا نشوف لعيبة أعمارهم كبيرة في معسكر المنتخب القادم، بشرط زي ما قلت قدم اللي يستحق إن احنا نشوفه منك إنك تنضم لمنتخبنا المصري. كل التوفيق للكابتن حسام حسن، كل التوفيق للمنظومة، كل التوفيق للكابتن إبراهيم حسن، كل التوفيق للجهد، للشغل، للنية السليمة، لأن أنا أكون عايزة أشتغل من تحت، إن أنا عايزة أبني الهرم صح. كل التوفيق لمنتخب مصر، كل ما بنقرب من أول معسكر للجهاز الفني الجديد بتزيد التكهنات في أمور كتير جدا، لكن في النهاية اتفقنا، اختلفنا على بعض الأسماء، لكن كلنا في النهاية هدفنا واحد، خلف بلدنا الغالية مصر الحبيبة بالتأكيد بإذن الله نشوف منتخبنا المصري بيرجع في مكانه تليق به. امبارح أو يعني بمعنى أدق أول امبارح في مباراة الإسماعيلي مع نادي الزمالك، خرج البعض برفع بانر وإصدار بعض الهتافات الغير لائقة في المباراة، والحقيقة أنها كانت مفاجأة كبيرة جدا، خصوصا من ناديين كبار وعلى علاقة جيدة جدا وعلى علاقة مميزة جدا، جماهير بتحب بعض. فمن كتر المفاجأة أما كانت يعني شديدة على الجمهور، ابتدى يحصل حديث على السوشيال ميديا في 24 ساعة اللي فاتت. قرار زيادة أعداد الجماهير كان قرار رائع جدا جدا جدا، وأبشع حاجة وأوحش حاجة إنك توصل المسؤولين إن هم يندموا أو يندموا على اتخاذ قرار في مصلحة إنك تكون مبسوط وسعيد، وإن احنا نوفر لك أكتر السبل اللي تسعدك واللي تخليك متواجد وانت فخور وبتشجع ناديك، ومش بس 5000 ولا 10000، لا، كل ما الأعداد بتزيد كل ما انت بتكون فرحان ومبسوط وفخور وانت بتشجع ناديك، كل ما بيكون عندك يعني اعتزاز وفخر بالهتافات الشديدة وبالانتماء الشديد وبالأعداد الكبيرة، وان الجماهير دي كلها في طهر النادي. وبقول دايما الجمهور متواجد بدون اي مقابل، الجمهور هو اللي متواجد عشان يشجع الفريق بدون اي مقابل، خصوصا مع الأندية الجماهيرية اللي بتشعر بقيمة المباراة بوجودهم، اللي بتشعر بقيمة المباراة بهتافاتهم، بتشجيعهم بأن هم يكونوا خلف الفريق ورا اللاعب، هو ده اللي بيدي روح ومعنى للمباراة. لكن فكرة أن أنا أروح وأكون متعصب وأن يكون هدفي أن أنا أعمل هتافات فيها تعصب، ما ينفعش بأي حال من الأحوال، ما ينفعش بأي حال من الأحوال، لأنه الكيان بيكون ليه علاقة بأنه هو ده الوجهة للفريق، وأنه لازم الفريق يكون بيبحث على أن الجمهور يكون بيمثله، يعني لازم يكون منضبط، ولازم يكون فيه الانضباط صورة جيدة بتوصل في الآخر علشان تقدم صورة محترمة عن النادي ده، والجمهور لازم يكون عارف انه بيمثل النادي ده. والحقيقة انه بالتأكيد لما بيخرج اي جمهور عن النص ما بنقدرش نقول انه هو بيمثل النادي ده، لانك ساعتها بتمثل نفسك. فرد 2 3 10 20 بتمثل نفسك، ده عمره ما هيقلل من قيمة النادي، ولا عمره هيقلل أو هيدي انطباع للنادي الآخر إنك محسوب على النادي ده. معروف إنك بتمثل نفسك فقط وإنك بتضر نفسك فقط. امبارح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أصدر بيان قال فيه إنه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن عايز يعمل زيارة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لنادي الإسماعيلي على هامش مباراة الفريقين في مسابقة الدوري، وبيأكد مجلس إدارة الإسماعيلي أنه تلك الزيارة بتعمق الروابط التاريخية القوية ما بين إدارة وجمهور الناديين. وبيعلن مجلس الإدارة رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص أيا كان انتمائها، بالأخص
جماهير الأندية الشعبية الجماهيرية اللي بتعتبر الزاوية للكرة المصرية. وبيتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالشكر والتقدير لرابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، كافة الجهات والأجهزة المعنية للقرار التاريخي بزيادة أعداد الجماهير، مشددا على ضرورة استغلال الجهد والقرار ده في صالح الكرة المصرية والعمل على نبذ التعصب الأعمى من ملاعبنا لما فيه الخير للجميع ولوطننا الحبيب مصر. هو ده الكلام المحترم، هذه التصريحات اللي بتأكد على الكلام اللي كنت لسه بقوله، إنك لما بتخرج عن النص بتضر نفسك بس، وفي الآخر النادي هيطلع قرار وهيطلع تصريح يتكلم فيه عن الاحترام للطرف الآخر، بل بالعكس أنت اللي مش هتدخل الفريق تاني، مش هتكون بتشجعه تاني، مش هتروح المدرج، مش هتتفرج على المباريات، فهتضر نفسك فقط. كان في تصريح كمان من جانب فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي، اتكلم فيه عن رغبة النادي في دعوة النادي الأهلي أيضا للنادي عشان يكون في تصدير لصورة إيجابية رائعة للأندية الجماهيرية لنبذ أي نوع من أنواع التعصب. وقال بندعو مجلس إدارة النادي الأهلي لزيارة النادي الإسماعيلي، بنمد يد العون لمسؤولي الأحمر برئاسة محمود الخطيب لتلبية الدعوة. بيقول لابد أن نصدر جميعا صورة إيجابية وانطباع إيجابي عن الروح الرياضية للعالم، الجمهور من حقه أنه يشجع ناديه ولكن دون تعصب أو توجيه إساءة للمنافس والخصم سواء في المدرجات أو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. اختتم كمان حديثه وقال مستعدين لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، شرف لنا استضافته هنا في الإسماعيلية، ونطلق من هنا مبادرة رياضية بتحط على دعوة الأندية الجماهيرية لبعضها، وده لازم يحصل، وبنأمل أن تسود الروح الرياضية للملاعب. كلام جميل جدا 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 رائع، وبيأكد على الطريق الجديد والطريق المحترم اللي كل الأندية عايزة تمشي عليه، وعايزة تصدر الصورة دي علشان الأجيال القادمة تتعلم حاجات كتير قوي، ويكون في محو لأي صورة غير صحيحة، نمحي الصورة دي في أسرع توقيت، أو أي خلاف أو أي تصدير صورة غير حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي ما بين أي نادي سواء إذا كان قطبي الكرة المصرية أو النادي الأهلي والإسماعيلي أو 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 أو، ولسه اللي جاي أحسن ولسه اللي جاي أفضل، لكن البداية بتكون بالمبادرة، عندك النية هتطبق هتشوف ده، صدقوني حتى لو كان في أي خلاف هيمحي أي خلافات وهيصدر صورة محترمة تليق باسم الأندية كلها سواء إذا كان النادي الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المصري بورسعيد، الاتحاد السكندري، كل الأندية الجماهيرية والغير جماهيرية. تعالوا نروح معاكم كده نشوف برضو التصريحات الجديدة واللي اتقالت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أيضا اتقالت من المسؤولين خلال الأيام اللي فاتت. أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق أنه لا ينوي الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، وقرر جمال علام الرئيس الحالي للترشح في الدورة الانتخابية المقبلة، وأشار أنه لم يجامل أحد طوال فترة تواجده بالاتحاد. عن اختياره كمراقب لمباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية بين كوديفوار ونيجيريا، قال مجاهد أنا من أقدم المراقبين في إفريقيا، وده هو النهائي الثاني الذي أتواجد فيه بأمم إفريقيا بعد نهائي البطولة في نسخة 2019. أشكر وزير الرياضة على تكريمي بعد العودة من كوديفوار. وأضاف كمان لن أترشح لرئاسة اتحاد الكورة أمام جمال علام، وأرى أن الأقدمية هي الأحق في الترشح لانتخابات اتحاد الكورة، ولم أظلم حسام البدري عندما قررت إقالته بعد التعادل مع الجابون، كنت شايف أنه يجب إقالته قبل هذا الموعد كمان عندما تعادلنا مع كينيا خارج أرضنا. لم أحصل على وعد من هاني أبو ريدة بخلافته في الاتحاديين الدولي والإفريقي، لأن هذا الأمر ليس توريث ويجب أن يكون هناك شخص مؤهل ولديه علاقات.
كمان أتم كلامه وقال موضوع عقد كهربا لم أكن أنا من أتواجد في لجنة شؤون اللاعبين، كان وقتها كابتن مجدي عبد الغني، ولا يوجد مجاملة طبعا. في فترة تولي مسؤولية اللجنة من وجهة نظري لم أجامل أي أحد على الإطلاق. طبعا في بعض الأحيان بيكون في كلام بيثار وبيكون واجب على أي مسؤول بعد فترة أن يكون في توضيح لأكثر من ملف. والحقيقة أنه كان في ملفات كتير قوي بخصوص اتحاد الكورة وخلافات كتير قوي مع أكثر من نادي، وده حق مشروع أن بعد فترة المسؤولين يخرجوا علينا ويكونوا بيوضحوا أكثر من أمر ويكونوا بيوضحوا أكثر من خلاف وأكثر من وجهة نظر يعني تم تفسيرها في التوقيت ده بشكل غير صحيح. بنتمنى دايما الاستقرار، ونتمنى دايما أن يكون من يتولى القيادة، من يتولى أي مسؤولية داخل اتحاد الكرة حقيقي يكون جدير بهذا المنصب. تحدث مويس فاي المدير الفني لمنتخب كوديفوار عن تتويج فريقه بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023 واللي أقيمت في كوديفوار. قال فاي: تعاطف الشعب المصري معانا أمر يسعدني كثيرا، هذا أمر ليس غريبا على مصر، بما أن منتخب مصر آخر من توج باللقب على أرضه فنحن الآن خليفة منتخب مصر، وبالنسبة لي محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا. كمان بيقول مدرب كوديفوار: عانينا في دور المجموعات من صعوبات كتيرة قوي، خسرنا بشكل مذل أمام غينيا الاستوائية، كان علينا الانتظار لمواجهة زامبيا ولكن المغرب أهدت لينا هدية غير متوقعة. بالنسبة لينا كان فوز المغرب على زامبيا بمثابة قبلة الحياة وسمحت لينا بالعودة، ونشكر المغرب على ذلك. كمان تابع حديثه وقال: خروج مصر من الكونغو ليس سوء حظ، ولكن منتخب الكونغو فريق جيد، علينا أن نعترف بذلك، ولكن في المجمل لا نغفل أن منتخب مصر بدأ البطولة بشكل سيء، ومنتخب مصر وضع نفسه في موقف صعب في بداية البطولة، كانت الشكوك تحوم حوله، ولكن من سوء الحظ خسارة مصر لمحمد صلاح مبكرا في هذه البطولة، فهو لاعب مؤثر وغيابه يؤثر على المنتخب بشكل عام. أكمل كمان حديثه قال تحديدا عن نجم الفريق سيباستيان هالر، وقال: هالر انتصر على المرض أولا بالعزيمة اللي مكنته من العودة رغم عدم جاهزيته الكاملة لكأس الأمم الإفريقية، لكن بالعمل الجاد والاجتهاد استطاع أن هو يتألق، وهالر أصر على الوجود، نفذ برنامج مكثف ليكون مع الفريق، وإصابته قبل البطولة كانت قوية ولم نكن متأكدين من وجوده، وكان دايما بيخبرنا أنه لديه شعور بأنه سوف يسجل في النهائي. قصته مع المرض وقصة كوديفوار في كأس الأمم 2023 قصة سوف تحكيها الأجيال. فعلا دي الجملة اللي هقول عليها خير ختام، قصة هيتحاكيها فعلا الأجيال بمعنى الكلمة. الناس دي اجتهدت قوي واشتغلت وتعبت، الجيل ده حقق معجزة بمعنى الكلمة، وقلنا ألف مرة إنك تستضيف البطولة وتتوج بيها ده أمر صعب قوي، وقلما ما بيحصل. منتخبنا المصري قدر ان هو يحقق ده مع المعلم الكابتن حسن شحاته، وصعب على مدار السنوات اللي فاتت كلها انك تلاقي منتخب قادر ان هو يحقق ده في ظل الظروف والصعوبه، وان ما بقاش في منتخب سهل في ظل كمان القوه في التنافس، وانه ما بقاش في منتخب بيفرط ابدا في الفوز، وان الكل غير متوقع، وبقيه البطولات كلها زي ما بنقول كده خارج كل التوقعات، والمنتخبات كلها عندها محترفين وعلى أعلى مستوى، واللعبة كلها بتجاهد وبتنافس بقوة شديدة جدا جدا جدا، ففي الآخر النتيجة بتكون غير متوقعة. بنقول ألف مليون مبروك لكوتيفوار وللمنتخب المحترم وللجيل المحترم وللرئيس المحترم وللمشهد الرائع وللتنظيم المميز وللناس اللي اجتهدت واشتغلت واللعيبة اللي كانت تعبانة. واحد زي سيباستيان هالر زي كنا ما بنقول لحضراتكم، الناس اللي اشتغلت دي وتعبت وكان عندها يعني ايه يقين في ربنا سبحانه وتعالى، يقين في نفسها، شغلها، تعبها، جهدها، كل الكلام ده. راجل بيقول لهم ان انا كنت متأكد ان انا ههدف في النهائي، وده بيأكد لك انك لما بتكون واثق في نفسك عندك ايمان بنفسك بالتأكيد الناس في الاخر هتؤمن بيك وهتؤمن بموهبتك وهتؤمن بشغلك، وبالتأكيد في الآخر هتتوج ده بنجاحك وبنتائجك وهتفخر بنفسك في يوم من الأيام. امبارح في نادي الفروسية بالجزيرة أقيمت المسابقة الوطنية للأولمبيات المصرية بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية والمهتمين بالشأن الرياضي. الحقيقة رياضة الفروسية ليها تاريخ كبير جدا وطويل جدا وقديم. بالمناسبة رياضة الفروسية دخلت الأولمبيات سنة 1900
ويعني اكتر من قرن كامل. وفكره ان انت تمارس رياضه الفروسيه بيحتاج شغل بدني وفني عالي، وبجانب ده طبعا المغامره الصعبه وان يكون عندك الموهبه وبتحب ده، والاجمل ان هو طبعا يطلق عليك لقب الفارس، وده شيء جميل جدا. خلونا نتابع مع حضراتكم التقرير التالي، نشوف استعدادات المشاركين في المسابقه عامله ازاي ومدى الاستفاده منها، والتنظيم للمسابقه برضو كان عامل ازاي، ونرجع لحضراتكم مره تانيه. البطولة الخاصة الوطنية الأولمبيات الخاص في نادي فروسية الجزيرة، ودي بطولة قوية جدا بتشارك فيها أندية كتيرة جدا في الأولمبيات الخاص، وطبعا بالتنسيق مع اتحاد الأولمبيات الخاص على أساس الفرسان اللي انتشار كتير ليهم جدا الفترة دي. والحمد لله رب العالمين زي ما حضرتك شايفين في مجموعة فرسان لا بأس بيهم كتير جدا، وإن شاء الله وبنحاول نأهلهم إن شاء الله الأولمبيكس بإذن الله. البطولة السنة دي فيها حوالي 48 فارس في ليفلز مختلفة A و B و C. كل ليفل بيتم فيه تقسيم تاني بحيث برضو ان الولاد يكونوا في مجموعات قريبة من بعض، ما يكونش فيه مقارنة كبيرة بينهم. وبعد كل ليفل بنسخن الاول في الارض، بعد كده بيدخلوا يأدوا الجملة المطلوبة منهم. احنا النهاردة في بطولة ترويض السبيشال نيدز، يعني بعد ما بيخلصوا بنبتدي ناخد بريك، بعد كده يبداوا المجموعه اللي بعدها يسخنوا ويبتدي يدخلوا برضو بالاسامي واحد ورا التاني. بيكون طبعا كل مدرب معاه اوردرز معينه للولد المفروض يقولها، وبنلتزم طبعا بالشروط الدوليه المحطوطه للسبيشال اولمبيكس اللي نقدر ان احنا بيها نقوم ببطولات برضو ناشونال تاهل اولاد بعد كده للبطولات الانترناشونال. الحمد لله الحدث احنا بنتشرف ان احنا نكون موجودين على ملاعب نادي الفروسيه للجزيره، يعتبر من اقدم الانديه اللي بتقدم او اللي بتخدم رياضه الفروسيه. طبعا من 1938 النادي النهارده مستضيف ابطال الاولمبياد الخاص المصري في البطوله الجمهوريه، طبعا ليس بالغريب عليهم هذا. خليني اقول لحضرتك الحمد لله ان النهارده ابطال الاولمبياد الخاص العدد بتاعهم زاد من العام الماضي للعام دوت، وخاصه في رياضه الفروسيه زاد بمعدل يعني خليني اقول اكتر من 15%، وده في رياضه زي رياضه الفروسيه عدد كبير جدا جدا. طبعا زي ما حضرتك عارف الرياضه بتاعت الفروسيه بتكلف كتير وبتحتاج وقت وجهد، بس ابطال الاولمبياد الخاص ما شاء الله عليهم يعني محققين مجهودات كويسه جدا. بدات من اول 2004، بركب من ساعه 2004، بس يعني ما جاش اللي في دماغي تمريدات، يعني لكن جه في دماغي كنت بتسلى كده في الاول يعني، وبعد كده انا اتفاجئت يعني ان احنا عملنا شويه التمرينات يعني برضو عادي جدا يعني. وبعدين دخلت اول مره دخلت بطوله كانت سنه 2019، خدت بطولات كتير. بحب الحاجات دي، بلعب فروسية، كنت الأول قبل كده رحت دبي 2019 و2014، ورحت البحرين تالت التاني والتالت على البحرين. عندنا عدد كبير، عندنا أكتر من 40 فارس مشاركين من حوالي 17 هيئة من مختلف المحافظات، وده رقم كبير جدا بالنسبة لعدد الـ الأولاد اللي بتمارس رياضة الفروسية. وطبعا مش من الغريب طبعا الناس ممكن تبقى بتستغرب إن في أولاد من ذوي الهمم بيمارسوا رياضة الفروسية وبيوصلوا لمستويات عالية فيها في كل المستويات. فلا احنا في اولاد كتير محققين كمان جوائز عالميه في مسابقه الفروسيه. لسه كان عندنا الالعاب العالميه في برلين السنه اللي فاتت 2023، وحققنا مصر فيها حققت ميداليه فضيه في الالعاب عن طريق اللاعب اللي اسمه مؤمن غلبوني، كان من محافظه المنوفيه، وكان اول مره شارك معانا بطوله فروسيه السنه اللي فاتت وحقق فيها ميداليه ذهبيه، دي اهلته اللي هو يشارك في الالعاب العالميه. وطبعا بفضل التدريب والتوجيه الفتره اللي قبلها الحمد لله حققنا فيها ميدالية فضية على مستوى العالم. مشاهدينا لسه حديثنا مستمر وعندنا كلام كتير في صباح اون تايم، وطبعا اخبارنا، ولكن بعد الفاصل. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح اون تايم. امبارح أقيمت مباراتين في إطار منافسات دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والنتائج مباريات أمس من البطولة كانت كالتالي: انتر ميلان واجه اتلتيكو مدريد وانتهت المباراة بفوز انتر ميلان بنتيجة هدف مقابل لا شيء، والتعادل اينهوفن مع بروسيا دورتموند بنتيجة هدف لكل فريق.
المباراة الأولى إنتر ميلان مع أتلتيكو مدريد واتلعبت على ملعب سان سيرو وانتهت بفوز غالي جدا لإنتر ميلان بهدف دون رد سجله مهاجم الفريق النمساوي إرنوفيتش في العشر دقايق الأخيرة بعد مباراة دفاعية من جانب الاثنين مدربين طبعا سيميوني نزانجي مع الإنتر ودييجو سيميوني مع أتلتيكو. ما زالت في مباراة عودة في ملعب واندا في مدريد وارد فيها كل شيء. المباراة الثانية شهدت تعادل إيجابي ما بين أينهوفن الهولندي مع بروسيا دورتموند الألماني بهدف لكل فريق في المباراة اللي أقيمت في هولندا وكانت متكافئة إلى حد كبير. تقدم بروسيا ثم تعادل أينهوفن وما زالت إمكانية التعويض طبعا للفريقين في مباراة العودة واردة بقوة. طيب تعالوا نروح مع حضراتكم ونرجع مرة تانية للدوري المحلي ونستقبل عبر الهاتف سيادة اللواء عثمان الدسوقي رئيس نادي الداخلية. بنرحب بحضرتك يا فندم، صباح الفل عليك. اهلا بيك. اهلا بيك، صباح الفل. اهلا بحضرتك منورنا. طبعا في البداية عايزة اقولك انه يمكن مباراة الامس شفنا المباراة فريق فاركو وما بعد طبعا الشوط الاول كان خلاص حسم اللقاء وشفنا كمان اللعيبة بتتكلم مع بعض وبتأكد لنفسها ان احنا عايزين نحافظ على المكسب ده ونخرج بالمباراة واحنا فايزين طبعا لانه وضع الفريقين سواء اذا كان فاركو او الداخلية صعب جدا، لكن شفنا الداخلية في مفاجأة كبيرة جدا بيرجع لي المباراة وبيقدر ان هو يتعادل ويتدارك طبعا التعادل في المباراة. تعليق حضرتك ايه حتى هذه اللحظة على اداء الداخلية خصوصا انه طبعا الوضع حرج جدا في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز؟ وطبعا الدوري السنة دي صعب جدا، يمكن فرق ممكن مثلا من العاشر لغاية ال 18 ماتش واحد او ماتشين الجدول بيختلف، هو تقريبا فات تلت الدوري يعني. الفرق اللي تحت طبعا بتبقى ماتشاتها صعبه جدا، يمكن الشوط الاولاني كنا غير يعني كنا مقفلين شويه وكده والكره دخلت قبل نهايه الشوط الاولاني بشيء بسيط، انما يعني زي ما تقول يعني لعيبه والجهاز كان عندنا يعني اصرار ان احنا لازم نتعادل ويمكن ربنا اراد يعني في نهاية الشوط الثاني احنا ضاع مننا فرصتين كنا ممكن نكسب الماتش يعني. لو كنا كسبنا كنا يعني اتحطينا في حته افضل في الجدول. انما طبعا الماتش كان كويس. في بعض اللاعبين الجداد اللي انضموا لينا لسه برضه الانسجام لسه ما دخلش قوي. انما المجمل الحمد لله يعني انا راضي على الفريق امبارح، جهد اللعيبه انا عملوا جهد طيب يعني ان شاء الله. الفترة الجاية هتبقى أفضل لأن برضو خلق يعني ابتدت اللعيبة تعرف لعب بعض وتسجموا مع بعض وإن شاء الله نتعشم الفترة الجاية تبقى أفضل يعني بإذن الله. طيب سيادة اللواء طبعا المباراة القادمة هتكون مع نادي الزمالك، مباراة مش هتكون سهلة أبدا وده بيأكد على أنه بالتأكيد نادي الزمالك خرج من تعادل مع النادي الإسماعيلي فهيكون زي ما بنقول مترابز جدا للمباراة، نفس الوضع بينطبق على الداخلية خارج من تعادل مع فريق فاركو فطبعا عايز برضو يحسم اللقاء. تعليق حضرتك إيه على اللقاء القادم وشايف نظرتك ليه هتكون عاملة إزاي؟ هو ان شاء الله يعني نتعشم انه يكون ماتش طيب ماتش كويس ان الجمهور يستمتع بيه. يعني هيبقى ماتش صعب علينا طبعا الاول وبرضه على الزمالك لان كلنا عندنا نيه ان احنا نطلع بالماتش ده يعني بنقطه او ثلاث نقط يعني. صحيح. فنتعشم ربنا يكرمنا باذن الله يبقى النتيجه ايجابيه بالنسبه لنا. طيب لو كان هيبقى ماتش حلو، ماتش هيبقى ماتش فيه ماتش كوره لان برضه الزمالك لسه فيه لعيبه جديده دخلت معاهم واحنا برضه لسه يعني اللعيبه كده فهيبقى فيه ماتش فيه جهد جامد جدا. وطبعا ما حدش ينكر نادي الزمالك نادي كبير وجاب لعيبه يعني كويسه جدا ومدرب جديد وامور كتيره. صحيح. بالنسبه له يعني الدوافع عنده كتيره واحنا برضه عندنا نفس الدوافع بس نتعشم ربنا يكون يعني الحظ حالفنا شويه بإذن الله. القيادة الفنية للكابتن عمرو حسن ووجوده مع فريق الداخلية خلال الفترات اللي فاتت، تعليق حضرتك إيه وتقييمك ليه كأداء وكنتائج أيضاً؟ هو حضرتك كابتن عمرو كان جاي مدرب عام مع كابتن هيثم ونفس الفكر تقريباً ونفس الأداء ونفس الأخلاق ونفس الروح. هو التوفيق بقى بتاع ربنا، ربنا يوفقه إن شاء الله الفترة اللي جاية ويكون يعني تحس
ظن الناس بيه، وانما ان شاء الله نتعشى بنكون مدير فني كويس باذن الله. هل نقدر نقول لو سالتك سؤال كده هيكون سابق لاوانه، فكره انه لو النتائج غير مستقره هل الكابتن عمرو هيستكمل المشوار حتى نهايه الموسم، ولا ممكن يرحل لو حصل تذبذب في النتائج؟ بكره ده مش بتاعنا، بتاع ربنا، محدش عارف حاجه. ونعم بالله. بالتأكيد صحيح كده، هو ده الكلام. مش عارفين اللي جاي فيه ايه، بنتمنى التوفيق للجميع. التوفيق يا رب باذن الله. يا رب باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا سياده اللواء عثمان الدسوقي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، رئيس نادي الداخليه نورتنا، وبنتمنى كل التوفيق لنادي الداخليه من الانديه الحقيقه يعني بتصارع وبتحاول وبتنافس بقوه شديده جدا ان هي تبقى في مسابقه الدوري المصري الممتاز. دايما بنقول في انديه يعني بيحصل لها نوع من انواع الاخفاقات، يوم الدنيا تمام معاهم، يوم الدنيا مستقره، ويوم بيحصل بعض الاخفاق في النتائج، ولكن سياسه النفس الطويل دايما هي اللي بتخلي الانديه تستكمل مشوارها في مسابقه الدوري المصري الممتاز. ولسه الدوري فيه مباريات كتير، ويستطيع اي فريق ان هو يعدل من نتائجه ويضمن بقائه في المسابقة. النهاردة عندنا مباراتين من مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، نستعرضهم معاكم. المباراتين هيكونوا في نفس التوقيت، بورتو هيواجه الأرسنال الساعة 10 مساء، وأيضا الساعة 10 نابولي هيكون على موعد مع برشلونة. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن مباريات دوري أبطال أوروبا النهاردة، ونرجع لكم مرة تانية. طبعا المباراة الأولى هتجمع بورتو البرتغالي مع أرسنال في ملعب النور في البرتغال، مواجهة خارج كل التوقعات رغم أنه الكفة بتميل للأرسنال. المباراة الثانية هي مواجهة هنقول عليها فيها مخاطر، هتجمع نابولي مع برشلونة، وهي مواجهة وارد فيها كل شيء، لأنه أندية إيطاليا الحقيقية طبعا يعني في دوري الأبطال بتبقى ليها شكل تاني، وبنشوف متعة وإثارة فيها بشكل كبير. زي ما شفنا النسخة الأخيرة المربع الذهبي كان فيه فرقتين من إيطاليا، كمان الدور ثمن النهائي الفريقين اللي من إيطاليا كسبوا، سواء لاتسيو على البايرن أو امبارح إنتر ميلان على أتلتيكو مدريد. فهل ممكن يعملها نابولي على البارسا؟ هنتابع وهنشوف. تعالوا نشوف مع حضراتكم المؤتمر الصحفي لساجيو المدير الفني لبورتو، وقال إيه أيضا عن لقاء النهاردة أمام أرسنال، ونرجع لكم مرة تانية. نروح معاكم بقى للدوري الانجليزي. مباريات اليوم في الدوري الانجليزي الجوله 26 هيكون في مباراه قويه جدا ما بين ليفربول ولوتون تاون الساعه 9:30 مساء. تعالوا نشوف بقى المؤتمر الصحفي يورجن كلوب المدير الفني ليفربول اتكلم فيه عن معاناته الفتره الاخيره طبعا مع الاصابات، وقال ايه والاستعدادات لمباراه اليوم. أثار الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الشكوك حوالين مشاركة النجم المصري محمد صلاح في مباراة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز. قال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة دي أتلتيك، الأمر يسير يوما بعد يوم أيضا مع صلاح، إنها نفس المنطقة حيث يشعر بالإرهاق قليلا، علينا أن نرى كيف يتطور الأمر، إنه ليس بالأمر الجنوني لكن علينا أن نرى. طبعا دي الأمور اللي حدثت بعد المباراة الأخيرة اللي شارك فيها محمد صلاح، واللي طبعا احرز فيها هدف وكمان شارك باسيست، ولكن للاسف واضح انه بتتجدد اصابه محمد صلاح وانه بيعاني من الام في نفس المنطقه طبعا، وده ممكن ان هو ياثر النهارده على مشاركته. لسه الامور ما اتضحتش، هل ممكن نشوف محمد صلاح في التشكيل الاساسي؟ هل ممكن نطمئن عليه؟ ولا يورجن كلوب هيفضل اراحته علشان يكون جاهز في المباراه القادمه وما تتفاقمش الاصابه؟ بنتمنى كل التوفيق والسلامه لنجم مصرنا الحبيبه طبعا، النجم النص الدولي محمد صلاح. تعالوا نروح معاكم نشوف أهم أخبارنا في فقرة On Fire News. نبتدي معاكم أول أخبارنا من النادي الأهلي. بتتوجه اليوم بعثة النادي الأهلي لغانا، وذلك بعد خوض مرانهم الصباحي بالتتش، وبعد كده هيسافروا لمواجهة ميدياما بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل 23 فبراير الجاري في الجولة الخامسة لمباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكمان استقر مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، هيكون هو رئيس البعثة في غانا. وطبعا هنفكر حضراتكم إن رصيد النادي الأهلي 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، وبيأتي خلف يانج افريكانز التنزاني شباب بالوزداد برصيد 5 نقاط، بيتزايل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.
كمان أعلن مارسيل كولر عن قائمة الفريق اللي هتتوجه لغانا اليوم مستعدة للمباراة، ومكونة من 22 لاعب، وهم في حراسة المرمى مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف. أما عن خط الدفاع فعلي معلول، كريم الدبيس، أكرم توفيق، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة. أما عن خط الوسط فإمام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رضا سليم، كريم فؤاد، بيرسي تاو، كريم نادفت، ومصطفى أبو الخير. وفي خط الهجوم مودست، وسام أبو علي، وطاهر محمد طاهر. أما عن المستبعدين فهم 10 لعيبة: محمد الشناوي، محمود متولي، خالد عبد الفتاح، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبد القادر، مروان عطية، محمود كهرباء، محمود الزنفولي، وعمر كمال عبد الواحد. نروح معاكم لأهم أخبار نادي الزمالك، ونبتديها من عند محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق، واللي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وكلف مجلس إدارة النادي موظفي النادي لسرعة إنهاء إجراءات اللاعب لألمانيا خلال الأيام القليلة اللي جاية. وبيجري محمد عبد الشافي عملية الرباط الصليبي في ألمانيا تحت إشراف طبيب الزمالك ورئيس الجهاز الطبي محمد أسامة. كان عبد الشافي تعرض للإصابة خلال أحد تدريبات الفريق على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وكشف مصدر مقرب من اللاعب إنه لم يحدد قراره النهائي سواء بالاعتزال في نهاية الموسم أو الاستمرار، خاصة بعد الإصابة واللي هتخليه يكون مش متواجد فترة للعلاج والتأهيل. نروح معاكم لخبر تاني بخصوص محمد صبحي، وأكد مصدر مقرب من محمد صبحي أنه اللاعب جمد كل المفاوضات مع بعض أندية الدوري العام، وأكد لمسؤولي الأندية أن الأولوية بالنسبة لي هي البقاء في الزمالك، وطبعا أنه لن يتواصل مع وكلاء اللاعبين أو مسؤولي الأندية اللي بترغب في أنها تتعاقد معاه إلا بعد ما يعرف مصيره بشكل نهائي في نادي الزمالك. وجي موقف محمد صبحي بعد ما استقر مجلس الإدارة على تجديد عقد اللاعب في الفترة القادمة والإبقاء عليه مع الفريق، خاصة وأنه جامز المدير الفني الفريق أكد لمجلس الإدارة أن الحارس صغير السن وبيعد هو مستقبل النادي في الفترة القادمة، بالتالي بقاؤه أمر مهم جدا لنادي الزمالك. مشاهدينا، لسه حديثنا مستمر، عندنا ملفات كتير بخصوص النادي الاهلي ونادي الزمالك وبالتاكيد الانديه الاخرى ومنتخبنا المصري، ولكن الجانب الفني والتحليلي هيكون بعد الفاصل مع الاستاذ طارق طلعت الناقد الرياضي اللي هيكون منورنا في صباح اون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقرتنا، ومنورنا دلوقتي الأستاذ طارق طلعت الناقد الرياضي. بنرحب بحضرتك أستاذ طارق. أهلا بيك. صباح الفل عليك. صباح الفل. أهلا بيك، شكرا جزيلا طبعا لوجودك معنا النهاردة. عايزين نتكلم معاك على موضوعات كثيرة جدا. في البداية عايزة أتكلم معاك على نادي الزمالك بشكله الجديد، المباراة الأخيرة اللي شفناها أمام النادي الإسماعيلي، أول قيادة فنية لجامز، شفنا عدد كبير جدا من الصفقات أيضا، ويمكن يكون البعض كان منتظر الناتج او ان احنا نشوف ده بقى بيترجم في نتيجه المباراه، لكن شفنا اكتر من لاعب يتالق، ابتدى ان هو يكتب اوراق اعتماده، ولكن المباراه انتهت بالتعادل السلبي ما بين كلا الفريقين. يعني في البدايه عاده المفروض لما فريق بيكون مغير شويه في جلده، سواء بتدعيمات جديده او بمدير فني جديد، فالجمهور بيبقى منتظر في اول ماتش ان يبقى فيه فوز، بحيث ان هو يدي دفعه معنويه للاعيبه ويطمئن الجمهور ويدي او يثبت الارض تحت قدم المدير الفني الجديد. ده ما حصلش، لكن النتيجه بالتعادل سلبي بالنسبه لفرقه الزمالك، والمباراه الاولى للبرتغالي جوزي جوميز نتيجه، يعني انا شايف ان هي مش كارثيه، بالعكس نتيجه هو تعادل سلبي، لكن الزمالك نجح ان هو ياخد نقطه. الناس كلها لمست المدير الفني جوزي جوميز بيقدر يشتغل، ووصل رساله فيها طمانينه للجمهور ان هو بيقدر يقرا في بعض مجريات الامور. احنا شفنا لما عدل شويه تعديلات بسيطة في التشكيلة بعد بداية المباراة، بدأ شكل الملعب يكون بلغة الكورة، الملعب بدأ يظبط. شفنا اللعيبة بالذات الصفقات الجديدة عندها طموح ان هي تقدم ما يسعد جمهور الزمالك وما يقنع الإدارة ان هم نجحوا بالتعاقد مع لعيبة مميزة. وجهة نظري ان الموضوع مش هياخد كتير، لكن هياخد بعض الوقت، ان ده كله المنظومة كلها، سواء بقى المدير الفني بفكره، اللاعبة الجديدة مع العناصر القديمة، ان دول كلهم يتأقلموا بنسبة 100%، وانا متأكد ان النتائج ان شاء الله تبقى احسن. يعني
طيب لو رحت معاك ايضا للعيبه اللي قدمت اوراق اعتمادها، هل نقدر نقول ان ناصر ماهر كان من افضل اللعيبه اللي ادت في المباراه، ولا عبد الله السعيد، ولا كان ليك راي اخر؟ يعني انا شايف ان هما الاثنين فعلا من العناصر اللي هما اقنعوا، هما مش محتاجين ان هما يظهروا نص ما عندهم عشان يقنعوا، لا يعني هو مجرد وجودهم وخبرتهم والكواليتي اللي عند الاثنين بالذات، خاصه عبد الله السعيد. انا شايف ان هو يعني عبد الله كمان، حتى ناصر من وجهه نظري يعني شايف اسمائهم والكواليتي اللي عندهم والفتره اللي لعبوها مع الاهلي وبقى مع باقي الانديه، سواء بيراميدز سواء مودرن فيوتشر سواء سموحه، بالنسبه الكلام على ناصر ماهر، اسمائهم اكبر من ان هم يقدموا اوراق اعتمادهم. لا انا شايف ان هم من الصفقات الرابحه لنادي الزمالك اللي هتبدا ترجع لي الزمالك شخصيته اللي كانت موجوده من كام سنه، وقت لما كان الفرقه فيها عناصر تقيله جدا على ارضيه الملعب. كنا بنتكلم على اشرف بن شرقي، كنا بنتكلم على الفرجاني ساسي، بنتكلم على طارق حامد، بنتكلم على اوناجم، كان في توليفه كبيره جدا في نادي الزمالك، متقلين الفرقه من الناحيه الذهنيه ومن الناحيه النفسيه قبل الناحيه الفنيه. صحيح. عشان كده انا شايف ان الصفقات دي يعني محاوله من مجلس اداره للعوده بقى لشكل الزمالك اللي احنا كنا متابعينه وشايفينه الفتره اللي فاتت السنوات. من وجهه نظرك وتقييمك للمباراه، شفت جامز ازاي يتعامل مع اكتر من لاعب رغم ان هم بيلعبوا في نفس المركز، يعني مركز 10 عنده فيه ناصر ماهر، عنده فيه عبد الله السعيد، عنده فيه يوسف اوباما، شفت ازاي طريقه دفعه بيه اللعيبه والتوقيت اللي دفع بيه ناصر ماهر، هل كان متاخر ولا لا، فكره ان هو يلاعب يوسف اوباما كراس حربه، فكره ان نشوف عبد الله السعيد بينزل لنص الملعب في بعض الاحيان بيكون ليه واجبات دفاعيه. بص يعني هو في البدايه جوزيه جوميز بدا مشواره مع الزمالك بماتش جماهيري، هو واحد من المباريات الكلاسيكيه في الكره المصريه، كمان الماتش كان بيقام في سد الاسماعيليه بحضور جماهيري برده كان كبير، يعني قريب بقى من الجمهور اللي كنا بنشوفه في ماتشات الاهلي والزمالك، مش بشكل كبير لكن كان موجود. فانا من وجهه نظري ان البدايه كانت قويه جدا، بغض النظر ان هو لو كان بالنظر لو كان هو بدأ مع فرقة اسهل نسبيا كان ممكن يقدر يحقق الفوز، فتبقى دفعة معنوية لي. لكن انا من وجهة نظري ان بدايته قدام الاسماعيلي ده مفيد في نقطة مهمة جدا، ان هو هيبدأ يشوف ان هو بيدرب فرقة كبيرة زي الزمالك، ماتشاتها على طول بتبقى مهمة، ان في حضور جماهيري، هو نفسه اتضغط من الجمهور ولعبته ضغطت من الجمهور. لكن فكرة ان هو بقى يعني منح الفرصة للاعيب في وقت مبكر او وقت متأخر، انا من وجهة نظري شايف ان الموضوع ده هيستمر كمان مباراة او اتنين، لان هو لسه برضو بيشوف اللعيبة على ارض الملعب، هو هي دي اول مباراة. تدريب اللعيبة في الحصص التدريبية والمباريات الودية مختلف تماما عن ماتش رسمي، عن ماتش رسمي قدام جمهور، عن ماتش رسمي بدون جمهور. فانا وجهة نظري ان هو طول ما الوقت ماشي هو هيبدأ يجرب لعيبة، هيعرف ان اللعيب ده هو محتاجه من بداية المباراة، اللعيب ده هو محتاجه في التلت الاخير، اللعيب ده هيحتاجه لما يقابل خصم معين ملعبه مفتوح، اللعيب ده هيحتاجه لما الخصم يبقى مقفل عليه. في ماتش اللي هو الكونفدرالية امام ابو سليم الليبي، انا متأكد ان هو هيبقى فيه تغييرات طول الوقت، جوزي جوميز هيبدأ يقرأ حاجات من المعطيات اللي بتظهر في المباريات. نتمنى ان المدرب لما ياخد وقت عشان يقرا الحاجات دي، انا من وجهه نظري ان دي حاجه مش سلبيه وحاجه مش مضره، لكن ان هو لما يقرا الفكره او يرتكب خطا يصلحه وما يرجعلوش تاني. دي كانت المشكله اللي كان بيقع فيها اسوريو جوزي جوميز باسوريو، على اساس ان هما الاثنين مدربين مسكوا نفس الفرقه في نفس الموسم، كان بيرتكب اخطاء سواء على المستوى المحلي وما كانش بيحاول ان هو يصلحها. ليه؟ لان هو مقتنع ان هو عنده فكر معين هو لازم يطبقه، رغم ان البيئه او الليفل اللي هو بيلعب فيه او الخصم اللي هو بيواجهه
مش هينفع معاه كده. لكن هو كان، انا كنت بشوف ان هو عنده يعني نوع من الانانيه من الناحيه الفنيه. انا راجل حالم جاي باحلام وطموحات الكره معينه وعاوز اطبقها بقى، ماليش علاقه بانا بقابل خصم مين، ان انا بلعب في ليفل ايه، ان اللعيبه اللي عندي امكانياتها ايه بتعمل ازاي بالظبط. فكانت النتيجه كارثة. مش في صالح أصولي تماما. الناس طبعاً كانت منتظرة ان الموضوع ده يتصلح ماتش بعد ماتش، لكن ده ما حصلش. والنتيجة في النهاية احنا كلها شفناها ان ما فيش امل ان الزمالك كان يتحسن مع، وما فيش شكل الزمالك وما فيش لعيبة انت حافظ مثلا زي ما نقول المهام بتاعتها في ارض الملعب. انت مش عارف مين اللي هيلعب النهاردة في مركز ايه، كان في تغيير شديد جدا وده شقلب شكل الفريق كله. ارتباك كبير. جوزي جوميز على الفترات اللي هو مرنها سواء في التعاون السعودي لحد النهارده، التعاون السعودي بقى ليه اسم طبعا، هو نادي كبير، لكن لحد النهارده هو بدا ليه رونق وبدا فريق ان هو يبقى فريق بطوله بسبب شخصيه جوزي جوميز والشخصيه اللي هو فرضها على الفرقه دي. خلى فرقه التعاون فرقه ليها شخصيه وعندها امكانيات جاهزه في اي وقت وفي اي موسم ان هي تفوز بالبطوله. حتى اهلي جده لما وقعوا في مشكله، كان في فتره من الفترات كان موسم مش احسن حاجه واقالوا مديرين وما كانش فيه وقت ان هم يجيبوا مدير فني من خارج المملكه، استعانوا بالراجل ده عشان هو عنده شخصيه قويه بره الملعب، شخصيه قويه او شخصيه مميزه كمدير فني، عنده امكانيات فنيه في الملعب، وقدر ان هو يتجاوز بالاهلي السعودي المرحله دي. فعشان كده انا واثق ان هو يقدر يعمل على الاقل احسن بكتير من اللي كان بيعمله اخوان اسوري. صحيح. طيب جماهير الزمالك عندها مخاوف كبيره جدا بخصوص الجبهه اليسرى لنادي الزمالك طبعا، خصوصا بعد بيع عبد الله جمعه، اصابه عبد الشافي، ايضا رحيل حاتم سكر، رحيل زكي عن نادي الزمالك، واصابه فتوح. تعليقك ايه وشايف مين اللي ممكن ان هو يقوم بمهام الجبهه اليسرى، خصوصا انه شفنا ده في المباراه الاخيره مع ابراهيم نضاي ولكن اتصاب برضه، شايف الدنيا ممكن تمشي ازاي؟ بص يعني في الحقيقة هو بيبقى زي حظ عسر كده للإدارة أو المدير الفني، أن أنت تبقى شايفة أن أنت عندك مركز من المراكز هو الدنيا فيه أمان أو هو مؤمن أن فيه لعيب وفي اتنين ومفيش مشاكل، فانت حتى على مستوى الصفقات بتبقي متجنبه ان انت تدعمي في المركز ده على اساس ان هو مكتمل، بعد كده تبداي تخش في الجد فتلاقي في اصابات او في مشاكل في المركز ده. لكن انا من وجهه نظري ان هو الراجل يقدر من العناصر اللي هي موجوده حتى في ظل اصابه احمد فتوح، ان شاء الله اتمنى له انه يرجع بسرعه، كمان عبد الشافي اللي اصابته كانت ضربة قوية لفرقة الزمالك. لا الراجل برضو يعني يقدر ان هو يبتكر من الحلول، سواء ان هو يغير الى حد ما في الطريقة، او هو يدي مهام معينة للعيبة في خط الوسط ان هي تغطي شوية، او يكتشف لعيب في المركز. حتى احنا يعني بص فرح، انا عاوز اقول على نقطة مهمة. المدير الفني لما بيبقى عنده ثقة بينه وبين اللعيبة وثقة بينه وبين الجمهور، ده بصفة عامة الجمهور باللغة الدارجة بيشتري منه أي حاجة. لو احنا نفتكر الفترة اللي كان جروس مدير فني لنادي الزمالك، وقتها عبد الله جمعة يعني كان تألق في المصري البورسعيدي قبل ما يجي الزمالك، وكان بيلعب في الجناح اليمين، لكن جروس شاف ان الراجل ده باك شمال ويقدر يؤدي المهام دي بشكل كويس، واعاد اكتشافه. وطبعا انت فاكره والمتابعين كلهم فاكرين عبد الله جمعه كان قد ايه مستواه مميز في فتره جروس، في غير له مركزه تماما لدرجه انه اصبح يعني مطالب انه يكون متواجد في المنتخب المصري في المركز ده. وبعدين هو مش غير مركزه، يعني هو جناح مش جناح يمين فوداه جناح شمال، لا هو خلاه باك على النقيض، وباك شمال. يعني طبعا انت عارفه ان وقفه الجناح غير وقفه اصلا الظهير والمهام في الملعب، لا كل حاجه من النقيض للنقيض. الراجل اللي هو موجود دلوقتي في نادي الزمالك جوزيه جوميز، لا انا بشوف ان هو لا عنده امكانيه
ان هو يقدر يوظف لعيب ممكن يبقى مفاجاه لينا كلنا في الباك شمال في المركز ده. مين عنده هو؟ فكر، انت شايف ان عنده فكر لسه هيكون بيسعى ان هو يطبقه خلال الايام القادمه؟ بالظبط، وانا وجهه نظري ان هو ده اللي هيحصل، زي ما شاف ان ابراهيم انضاي لا يقدر ان هو يلعب في مركز، يشيل مهام المركز يركز ده، يشيل مهام الظهير لولا الاصابه. انا عندي ثقه ان هو يقدر يكتشف في احد اللاعبين امكانيات ان هو يكون باك شمال يعدي اللحظه او الفتره الرهنه لحد العناصر ما تكمل، او لحد مجلس الاداره ما يبدا يشوف ان المركز ده محتاج تدعيم، خاصه ان احنا لسه مش عارفين القرار بتاع كابتن محمد عبد الشافي ايه. استاذ طارق لسه حدثنا مستمر معاك، ولكن هستاذنك وهستاذن مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتظروا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل فقرتنا مع الناقد الرياضي الأستاذ طارق طلعت. بنرحب بحضرتك مرة تانية يا أستاذ طارق، ونرجع لحديثنا عن نادي الزمالك، وعايزة أروح معاك لمحمد صبحي. شفت إزاي مفاجأة اختيار محمد صبحي إن هو اللي يكون أساسي في المباراة الأخيرة أمام النادي الإسماعيلي، خصوصا إن عواد كان جاهز أو صبحي كان بعيد عن المشهد بقاله فترة؟ يعني هي بتبقى في المقام الاول اقتناعات او قناعات لدى المدير الفني ان محمد صبحي هو يخدم طريقته بشكل معين، او محمد عواد بيخدم طريقته يخدم طريقته بشكل معين. طبعا احنا تابعنا الفتره اللي فاتت كان في كلام، طبعا صبحي كان بعيد وعواد هو اللي كان بيشارك، حتى كان في تقارير واخبار ان محمد صبحي ممكن يمشي، ممكن يخش في صفقه تبادليه معينه يجي مكانه لعيبه، هو يمشي مكان لعيبه. لكن طالما جوزيه جوميز شايف ان هو كان اقدر وان هو يستحق ان هو يكون موجود في الماتش، فدي قناعه كامله او حق اصيل للمدير الفني. وبرضو وجهة نظري ان هو برضو بياخد تقارير وفقا للي بيقدمه مدرب حراس المرمى، واللي اكيد شايف ان عواد كان افضل في التدريبات الفترة اللي فاتت، او هو ده اللي هيناسب الفكر بتاعهم. محمد صبحي ظهر بشكل كويس قدام الاسماعيلي، اعتقد ان هو هياخد فرصة لحد المدير الفني ما يشوف لأ ان هو خلاص يعني عواد جدير ان هو ياخد الفرصة مكان صبحي، واحنا نتمنى الافضل يعني هو اللي يكون موجود في الملعب. طيب لو رحت معاك بقى للحدث من الجماهير ما بعد المباراة، وشفت الاجواء اللي حصلت، وطبعا البيان اللي صدر من قبل مجلس اداره النادي الاسماعيلي ودعوه نادي الزمالك ان يكون في زياره، تعليقك ايه؟ وشفت ان كان القرار الانسب ان يكون في زياده في عدد الجماهير ل 20,000 مشجع، ولا لا يعني القرار ما كانش صحيح، ولا لا صحيح بنسبه 100% وان دول يعني مجرد اقليه خرجت عن النص فقط؟ لا يعني هو قرار ال 20,000 مشجع في الماتشات هو مش صحيح بنسبه 100% بس، لا ده 150% وتاخر كتير. يعني احنا شفنا ان الجمهور محروم بشكل كبير من الفرق، والفرق محرومه من الدعم الجماهيري في بطولة الدوري. يعني في ماتشات أفريقيا بنشوف ان في حضور جماهيري ممكن بيوصل للرقم ده وربما اعلى، لكن في بطولة الدوري المصري البطولة المحلية ده ما كانش موجود. شفنا قد ايه الجمهور الاسماعيلي قدر ان هو يعني يصنع شكل او يخلي فيه اجواء حماسية في المباراة، بغض النظر عن التصرف الفردي اللي مش مقبول اللي كان موجود في المباراة. يعني احنا نتمنى ان الجمهور يبدا يساعد بقى المسؤولين او القائمين على المنظومه ان هم يرجعوا بقى الساعه الكامله للماتشات، نقطه من نقاط القوه في الدوري المصري ان هو يبقى الجمهور حاضر وحاضر بقوه. احنا لو احنا تخيلنا ان مثلا بطوله الدوري المصري بينافس عليها اهلي وزمالك وبيراميدز وفيوتشر ودلوقتي زد، بنتكلم في 5-6 انديه، انت متخيله لو طبعا دي منافسه قويه، لكن انت متخيله لو المنافسه دي وفي جماهير كبيره في الماتشات الدوري هيبقى طبعا الكوره من غير جماهير هي اللي بتدي طبعا روح وطعم. طبعا عشان كده التصرفات اللي هي خارجه دي بترجعنا، او التصرفات اللي هي خارجه عن النمط المألوف او الروح الرياضيه طبعا بترجعنا خطوه للورا، نبدا بقى ان احنا نحجم حضور الـ الجمهور. بيتضر
الجمهور رقم واحد ان هو بيحضرش للفرق اللي بيحبها، بتضر الفرق اللي هي محرومه من جمهورها اللي هو بيدعمها واللي هو بيفرق معاها. وانت بتشوفي لما الاهلي والزمالك بيروحوا يلعبوا في افريقيا او بيلعبوا ماتشات خارج الارض الجمهور بيبقى عامل ازاي وقد ايه هو مؤثر. هنروح بعيد ليه؟ يوم الجمعة اللي فاتت الأهلي كان عنده ماتش مع شباب بوليسداد، شفنا قد إيه الحضور الجماهيري في 5 جويليا، قد إيه هو ساعد فرقة شباب بوليسداد إن هو يبقى عندها دافع قدام الزمالك. نرجع بقى لماتش الزمالك والإسماعيلي، مجلس إدارة الإسماعيلي أحسن التصرف إن هو أصدر بيان علشان يقطع كل السكك على يعني اذا حد بي بي بيتربص او حد بيحاول ان هو ينفخ فيه نار. علاقه كويسه بين الزمالك وبين الاسماعيلي، بين الاهلي وبين الزمالك، العلاقات اللي احنا نتمنى ان هي تفضل ماشيه بالشكل الكويس اللي احنا شفناه الفتره طبعاً اللي فاتت. طبعا فده كان القرار الانسب والافضل لكلا الفريقين، وان يكون في طبعا يعني قرار رسمي بانه يكون في دعوه رسميه من مجلس اداره النادي الاسماعيلي لنادي الزمالك. طب خليني انتقل معاك للنادي الاهلي، ما ان احنا تحدثنا عن مباراه شباب الوزداد والحضور الجماهيري القوي جدا في مباراه النادي الاهلي شباب الوزداد. تعليقك ايه على اداء النادي الاهلي؟ شفت اول ظهور لمصطفى شوبير او اول ظهور رسمي بعد طبعا غياب واصابه محمد الشناوي كانت عامله زي من وجهه نظرك؟ طبعا احنا شفنا الماتش اللي فات ربما النتيجه بالتعادل 0-0 ما تكونش مرضيه لجمهور النادي الاهلي، لكن من وجهه نظري بشوف برضو ان هي نتيجه جيده الى حد ما. ليه؟ لان في ماتشات في دور المجموعات بالذات في دوري ابطال افريقيا، طالما الاهلي او الزمالك بيلعبوا او اي فرقه بتلعب على ارضها، الفرق المصريه طالما بتلعب على ارضها مفروض المكسب يبقى رقم واحد، التعادل مش كويس، لكن طالما خرجتي وبتقابلي فرق بره الارض فالخساره يا ريت الانديه تتجنبها. بمعنى ان الاهلي لو خرج بره وجاب نقطه فده هيبقى حاجه كويسه، خاصه ان هو ما خسرش على ارضه. كمان ما ننساش ان الاهلي بعد التعادل اللي حققه امام شباب بوليسداد قدر ان هو برضو يحافظ على مكانه في صداره المجموعة الرابعه، وان كانت المجموعه متشابكه لكن طبعا لانه انت بتتكلم ان هو متصدر برصيد 6 نقاط، بتتكلم في شباب الوزداد وايضا ويانج افريكانز الاثنين 5 نقاط، ميدياما متزايل جدول، ميدياما 4 نقاط، فكل الفرق لا عندها متقاربه وكل الفرق عندها الطموح. لكن لما يبقى انت برضو في الصداره فانت بتلعبي بطمانينه او بثقه بثقه يعني. طب شايف المباراه القادمه ازاي؟ يعني ان شاء الله النادي الاهلي النهارده هيسافر اللعيبه ما امام ميدياما هيكونوا بيستعدوا ازاي للمباراه دي؟ يعني طبعا هو الاهلي نجح في المباراه الاولى ان هو يفوز بثلاثيه هنا في القاهره، الفرقه حصل فيها شويه تعديلات ربما على مستوى يعني العناصر البشريه في الفريق وحتى المدير الفني، لكن الاهلي خلاص بدا يستشعر القلق ويعلن حاله الطوارئ في المجموعه. فانا اعتقادي ان الاهلي كمان بعد الماتش الاول ظهر ان الفريق متاثر بعدم اللعب لفتره كبيره، اتمنى ان هم كده يتداركوا الامر في المباراه الجاية. سريعا مصطفى شوبير ظهر بمستوى اكتر من مميز، بداية طبعا صعبة ليه ان هو بيبدأ في ماتش مهم زي ماتش شباب بوليسداد على ارض الجزائر وهو في حضور الجمهوري الكبير، لكنه ظهر بامكانيات مميزة، نتمنى ان هو يستمر على هذا المستوى. في كلمة واحدة، مودست مستمر مع نادي الاهلي ولا هيرحل؟ لا انا اعتقد بنسبة كبيرة مكمل يعني. مكمل. نورتنا استاذ طارق، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا، ودايما تنورنا كده ونستفيد دايما من ارائك الرياضيه. شكرا جزيلا. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا، يتجدد لقائنا دائما عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. اشوفكم بكره باذن الله وحلقه جديده من صباح اون تايم. يومكم خير وسعاده وفرح.